بجحية، أبو نقطة بجحية. الحمار هذا أنا أصفر. ما أدري إيش. اليوم أجواء مطر، أجواء قيمة ومطر ما شاء الله، وهو يعني بس ما هو قوي مرة. خلينا نجرب الصيد في الفترة هذه، يعني في الوقت هذا وقت الغيم والمطر. يا كريم يا كأن فيها واحدة، لكن مع الأعشاب دي والله ما تدري. يلا فيها هامور ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نجيب هذا هنا عشان نعرف نتصرف معها. الله ييسرها. شوفوا العجب يا شباب. طبعا ابو نقطة هذه ما لها دخل في الطعم. انا هذا الحوك حاط تونة، لكن شوفوا ابو نقطة في فمها، ابو نقطة في فمها يا ابو بطلعها. شوف احاول هاي الزرادية. باقي حية ابو نقطة، باقي حية والله، باقي حية يا شباب. شوفون سبحان الله، ابو نقطة مسكت على الطعم والهامور جت ضربت عليها. شوف الجلب ماسك فيها وجت الهامور ضربت على ابو نقطة. عجب. كيف اثبت الجلبان؟ يعني رميت الحين ثلاثة جلبان، هذه بكرة وهذه بكرة، افتح لها هنا في السكين وحط الجلب مع الفلين، وهذه نفس الشيء وهذه نفس الشيء، اذا سحبت يبان الصوت. والله يعين احيانا تورط، تضرب اكثر من واحدة نتورط معها، لكن اذا الضرب ضعيف نحطها، اذا كان الضرب قوي لا نحط واحدة ولا اثنتين ما نزود. ما شاء الله سبحان الله. الهمور هذا لونه اصفر سبحان الخالق. لونه غريب غريب صراحه، نادر ما طلع زي كذا. اللهم لك الحمد. شوف يا ابو منصور، بسم الله ما شاء الله. حطها هنا دقيقة، المشكلة الطريق صعب وين الموية؟ عميق. دقيقة حطها هنا انا برجع لك، ما يمدي لي يجيك. ما شاء الله خذها. انتبه رجلت ما شاء الله. خلاص قفل عليها مسكت غير شيء. ما بيجو انتي هاي يا قفل هذا. خلاص ما شاء الله تبارك الله. فكت معي اثنتين عند رجولي، لكن الحمد لله سبحان الله. هذا الهامور غريب، والهوامير اللي قادرة تطلع معنا. شوف سبحان الله سبحان الخالق، اصفر على برتقالي على اسود زين. شوف كيف سبحان خلقه. ان شاء الله هامور ما شاء الله، حجم طيب ما شاء الله. عكست
كذا ما هي بسيطة. اوه كبير. يلا يا كريم كذا حركة بياض ولا هامور؟ ان شاء الله هامور. عكست هنا عكست عجبتني هذه اليمين يوم تطير البكرة أكثر مرة. اللهم لك الحمد. هذه جرة البكرة جرة على كيفك، لكن مشكلة خيط 60 خايف ينقطع، والثانية سحبت قطعت شكل عقام ولا قرش. نقول يا كريم الله يجيبها. صخرت شكلها هامور. يعطي مجال. ايوه مساء. ايوه لا قطع. الله شكله قطع لكنه موجود. موجود بس انعكس شكله شعفن. حركات هذه موجود بس الشو هذا موجود ان شاء الله. شعفن توقعت هذه حركات الشعفن. ما شاء الله شو الحجم كيف. هذه حركة دائما يطير لنا ما شاء الله. ماسك في طرف ال في طرف الهوك في طرف الفم الهوك ماسك. يلا الحمد لله. الله يستر لي من البلاوي. على غروب الشمس المغربية ان شاء الله يضرب شيء طيب ان شاء الله. بالله كريم فصخور. يا الله يا كريم هذه هي ان شاء الله هامور. والله حجمه بسيط بس لبن الصخور مشكله. الله يسر. لازم اعطيها مجال. والله حوسه الخيوط يا شباب. يا الدنيا انا حاسه عندي لكن اطلع هذه واطلع. قريبة هنا من جد حست حوسة شي هامور ان شاء الله. هذه هي هنا كتي قريبة هنا جنبي. تعالي هذه هامور ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه يا شباب كنا 2 كيلو. اللهم لك الحمد. هذا راس الباغ اللي وريتكم اياه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحوس له الخيوط. حوسه من جد. اللهم لك الحمد. ايوه هاي هنا واحده ان شاء الله طيبه ان شاء الله. تبغى انا جرت عشان الصخور دي. هذه هي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه اللي ضربت اول وفكت ورجعت مره ثانيه. الحمد لله الله
الله يعين الحين على الحوسه. في طرف الفم ما ادري ايش، ادري انا اصور ولا لا، ادري انا اصور ولا لا، ادري اقول لك انا. فكت ولا ايش؟ ولا عكست؟ لا عكست والله، ما ادري عنها. لا موجودة. قطعت. قطعت والله، قطعت. اذا فكت فكت، الهوك انكسر. طبعا هوك 9 صغير، وهذه بلوة اللي طحت فيها ما بانت، السحبة كان القيطة ولا اللخمة هذه، لكن عكستها اللي حيرتني. عكستها حسبها فكت، عكست بسرعة بعدين نترت مرة ثانية. يلا الحمد لله. الأسماك الصغيرة هنا كثير بهذرتني، فقدت الرأس السلماني نص. أشبك أبو هوامير، جيبها من هنا مع العين، هنشوف نجرب، بنحطها مع العين ونجيبها مع العظمة هذه. بخليه كذا وارمي. يقول يا كريم الله يجيب الخير، هذا هو. شوف الطاير وراها، خليها شوي. شايفه شوف ما صار. اليوم الطعم اللي معايا اللي شذب، ترى شذب، هذا هو الشذب هذا، وهذه سردين، فيها حبات سردين، يجي عين كبار هو، ممتاز. نجربها إن شاء الله، الله يكتب لنا فيه الخير. نقول يا كريم شعرة البكرة شيل، شكل حركات الشعفن والله حجمها طيب. يا شوف يا كريم، حوسة في الفيوط توقع انها شعفن، حركاتها اللي طيلة كدي هنا. مسكة الصخور الله يعين. قدمنا حوس في الدنيا هنا.
والله رمك ما شاء الله، حبة رمك طيبة، حبة رمك ما شاء الله. هذا الرمك زي أزرق كذا، توقعت أشعة والله، طلعت رمك ما شاء الله تبارك الله. الله